Bonjour tout le monde, صباح الخير للجميع, بتمنى تكونوا بخير. حصتنا اليوم راح تكون طبعا عن اول شيء الاكزرسيس اللي اخذناه مع طلابنا صف ثالث. راح نشوفه الان تظهر على الشاشه. اوكي هلا هذا الاكزرسيس اللي اخذناه مع طلابنا بصف ثالث الحصه الماضيه, وكان هون مكتوب ريكري سي جروب دو ليتر دون لوردر الفابيتيك. بعيد, ريكري سي جروب دو ليتر دون لوردر الفابيتيك, يعني انه نرتب هاي الحروف طبعا بالحروف بالترتيب الابجديه باللغه الفرنسيه, واللي هي نفس الشيء مع الانجليش. عندنا هنا بي دي سي, راح يصير اكيد بي سي D. عندي هنا T A I, راح يصير أكيد A I T. عندي هون M S J, راح يصير J M S. هلا كمان بالنسبة للجهة الثانية عندي L N M, راح يصير طبعا L M N. وعندي هون J F E, راح يصير E F J. وعندي هنا B V و M, راح يصير B M V. هلا بالتمرين الثاني او الاكزرسيس الدوزيام اكزرسيس, شو بقول لي؟ بار لانترو دون سيت ليست دو لتر, يعني نشطب على الاشي, خلينا نقول اللي مش منتمي للمجموعة. عندي مجموعة حروف مرتبة ترتيب بار اوردر الفابيتيك. هون عم يطلب مني انه طبعا اشطب بار لانترو, يعني اشطب على الشيء اللي ما له علاقة بالباقي. خلينا نشوف هون عندي A B C D, اكيد رح يكون في هون الـ E, هون حاطين الـ V, اذا هو لانترو رح نشطبه. عندي هون M N O لازم يكون P, هون محطوط E, إذا هو طبعا الشيء الخاطئ فرح نشطبه. بننتقل لهاي, عنا U V W X Y Z, وحاطين بعديها S. طبعا أكيد الأس هي اللي لا تنتمي للمجموعة اللي هي موجودة أصلا par ordre alphabétique. آخر شيء هون بيقول écrit en minuscule, عيد, écrit en minuscule toutes les lettres de l'alphabet. يعني هون بقول انه نكتب minuscule, minuscule معناها small letter. minuscule, small letter. هلا capital letter بنحكي لها majuscule, اما small letter بنحكي لها minuscule. يعني طلب منا انه نكتب الكلمات en minuscule طبعا لكل لتر دو الالفابي, يعني مع الترتيب طبعا بار اوردر الفابيتيك. اذا عندنا هنا A B C D, رح نكمل E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. ننتقل الآن للصفحة اللي بعديها, واللي هي طبعا راح يكون التكست اللي هو راح طبعا الأسبوع الجاي إن شاء الله راح يكون امتحان بخصوص هذا التكست. ننتقل له. أوكي هلا طبعا هون هو رح تلاحظوا انه طبعا ترتيب الفقره عندي مختلف شوي عن ترتيبكم انتم, بس بتتبعوا النص وببين معكم كيف الترتيب اللي موجود عندكم في الكتاب, لانه الصوره شوي مختلفه, لانه ممكن انها كانت للطبعه الاولى فهي مختلفه عن باقي الكتب, لكن الفقره هي واحده. هلا هون عم نشوف بالصوره مكتوب كلمه ايكول, وايكول معناها بالفرنسي مدرسه. خلينا نشوف هون مكتوب ا ليكول. هلا ا اللي عليها شحطه هيك تقرا ا شوي, فيها مد طويل مختلفه عن الا اللي ما لها شحطه, وهو معناه مقصود فيها في. اوكي هلا عندي ال ابوستروفي, هاي حقيقة هي عبارة عن أداة معرفة, لكن ليش ما نحطت فيها أداة المعرفة؟ احنا بالفرنسي بتكون يا إما معها أ يا إما معها أ يا إما الأ أس. أوكي لكن احنا هنا طبعا ما في عنا, ليش استغنينا عن الأ أو الأ أو هدول الأ والأ؟ لأنه في عندي فويل, هذا الإشي رح نعرفه للطلاب ونشرح لهم إياه فيما بعد. فالمهم بصير كأنه ملزق ببعضه. هلأ الأ اللي عليها شحطة زي هيك صوتها إي مد قصير. أوكي رح يصير أ لي كأنهم مع بعض, السي أو كو, والأ دايما سايلنت, إذا نقرأ بس الأل رح يصير أ ليكول, وأ ليكول معناها في المدرسة. أ
l'école. طيب عندي هون هلا الأ مع الإيغريك رح يصير صوت هيا والأغ مع الأ رح يصير غا. هلا بالفرنسي الأر لا ينطق أر، ما في أر، يا إما أغ يا إما أخ، في حالات ينطق فيها خا وفي حالات ينطق فيها را. طيب خلينا نشوف، إذا يغا أ. هلا البي الموجود هنا لا ينطق، نقرأ بس ست. أوكي يغا أ ست التي. هلا احنا عندنا بالفرنسي كتير ربط بين المقاطع. هلا لما يكون عندي انا في اخر الكلمه كونسون والكلمه اللي بعديها حرف عله راح تلزق فيها. هلا احنا حكينا قبل هيك انه الا ان اس او الا ان لحالهم صوتهم او من الانف او. هلا مع الست التي بتلتصق بالاو وبتصير ستون. دونك يارا ا ستون يعني يارا عمرها سبع سنوات. يارا عمرها سبع سنوات. هلا الآ هنا تركيبة الجمل ممكن تستغربوا إنه شو هاي الآ، طب شو هي؟ هاي عبارة عن verb to have، يعني لو بدي ترجمها بالإنجليزي بتصير يارا. هلا بالإنجليزي إحنا نستخدم to be للعمر، بس إحنا بالفرنسي نستخدم to have للعمر. يعني خلينا نقول يارا عندها، زي ما بقول عندها ملكية، هاي للملكية. يارا عندها سبع سنوات، زي المصريين لما يقولوا عندها للعمر. اوكي اذا يغا ا سيتون راح يكون في ورقه عمل طبعا بهاي الامور كلياتها، فلا تحكلوا الهم، راح يتعلم الطالب كيف ممكن يركب جمل، كيف ممكن ينشئ جمله بكل بساطه، فلا تحكلوا الهم من هذا من هاي الناحيه. اذا عندنا يغا ا سيتون، هذا ان لا ينطق اس، لا ينطق سيتونز او شيء زي هيك، لا يغا ا سيتون يعني يارا عمرها سبع سنوات. تمام. عندي هون الاو، الاو مع ال ال او بتطلع صوت ال، وقال معناها هي، يعني هاي اللي عم بتشوفوها معناها هي. قال هي فا تذهب، قال فا هي تذهب، الفي آ صارت فا، قال فا آ نفسها الآلي هنا تذهب إلى. هلا الآ ممكن تكون معناها إلى، ممكن تكون معناها في، حسب الجملة. دونك قال فا ليكول، قرأنا ليكول قبل هيك، يعني هي تذهب إلى المدرسة. Elle va à l'école، هي ذاهبة أو تذهب إلى المدرسة. نعيد، elle va à l'école، هي تذهب إلى المدرسة. on لا تنطق on، ما في إشي بالفرنسي زي هيك، يعني الآن هون صامتة ننطقها من الأنف بس. on أوكي. bus، هلا bus هي أصلها أصلا أجنبي، فعشان هيك ممكن نطقت الأس، عشان ما في حدا يقول لي ليش نطقت الأس هون. الباص هو إجمالا الباص بالإنجليزي أو بالعربي أو الفرنسي واحد. دونك elle va à l'école en bus، هي تذهب إلى المدرسة بالباص. elle va à l'école en bus. طيب elle عندنا مرة ثانية elle، واللي هي معناها هي. لا طلع، هلا في عندي الأو، الأو دايما في نهاية الكلمة بالفرنسي صامتة. هلا الأل اللي موجودة هون، بما أنه عندي أنا هنا فويل رح يصير في ربط، قلت لكم دائما في المقاطع لما يكون في عندي واحدة فيها كونسون والثاني فيها فويل رح يصير في ربط بينها. فالأو سايلنت، الأل رح تتصل بالآر رح تشكل صوت لا. تمام. فبنقول أل لا دور، ألا دور، ألا دور، هي تعشق. أدور نفسها بالإنجليزي أدور. أوكي ألا دور، ألا لا دور، ألا دور سون إيكول. سون هلا هاي نطقت لحالها سون، لكن لما كان في عندي أن وفي عندي حرف علي هون الأن رح تنطق، رح يصير سوني، الأو مد قصيرة بهاي الشحطة مد قصيرة، حتصير سوني كول، يعني شي أدورز هير سكول. هلا سون عم بتشوفوها هون، وين الفار هي، سون عم بتشوفوها هون هي هير وإيكول سكول. اوكي elle adore son école، she adores her school. اوكي وراح تقرا elle adore son الان راح تنطق هنا son école، هي تعشق مدرستها. بعدين هون عم نشوف لا، لا هون عم بتشوفوها هي عباره عن اداه معرفه تستخدم للمؤنث. هلا بما انه انا عندي هون كلمه في وفي معناها بنت، إذا هي مؤنث، إذا هنا الأداة المعرفة يعني زي ألف ولام. أوكي فبنقرأ لا بو، هلا الآي صوتها إي بالفرنسي مع التي صارت تي، وهنا التيت والأو سايلنت، فحتقرأ لا بو
la petite, يعني الصغيرة, la petite fille. في أخذناها أصلا بكلمات لما كنا نأخذ الألفابي. أخذنا كلمة في اللي معناها بنت وحكيت للطلاب إنه ال 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 صامتة لا تنطق, فكأنه بس في الاف اي فتنطق في اللي هي معناها بنت. La petite fille معناها الفتاة الصغيرة. La petite fille, الفتاة الصغيرة. عندها, طلعوا نفس الموجودة هون, عم نحكي عن الملكية. She has, okay, the young girl has, okay. La petite fille a, شو عندها البنت الصغيرة؟ هلا هاي, هاي صوتها a وهاي صوتها a. نعيد, هاي صوتها a وهاي صوتها a. خلص متعود دايما هاي a هاي a. La petite fille, وهاي شو؟ هاي عبارة عن أداة نكرة للمذكر, رح يأخذوها كلها في أوراق عمل, لا تهكلوا هم موضوع إنه هذا طب كيف الطالب بده يعرفه, لكن مبدئيا إحنا مطالبين أم يعرفوا يقرأوا لأنه النص كتير بسيط. إذا La petite fille a un جولي كختابل, لديها حقيبة جميلة. هلا الحقيبة بالفرنسي مذكر, لهيك استخدمنا الآن هي تابعة على أن كختابل, وجولي هي صفة للكختابل إنه الحقيبة جميلة. نعيد, La petite fille a un joli cartable, والأو سايلنت. إذا La petite fille a un joli cartable, الفتاة الصغيرة لديها حقيبة جميلة. La petite fille, الفتاة الصغيرة, a un joli cartable, لديها حقيبة جميلة. إيه هاي عم تشوفوها مش إت, هاي صوتها إيه ومعناها و. هاي صوتها ينطق بنفس الطريقة تبعت الإيه اللي عم نشوفها هون عليها أكسن, تنطق بنفس الطريقة إيه ومعناها أنت أو و. إذا هي عندها حقيبة جميلة و اون, طلعوا الاون هاي تستخدم للنكره المؤنث, هاي تستخدم للنكره المفرد تنطق ان, وهاي لانه الاسم اجا مؤنث اذا نستخدم اون. طبعا الاسماء عندنا بالفرنسي مذكر مؤنث زي العربي مش زي الانجليزي, الانجليزي كل شيء the window the door, بس بالانجليش بالفرنسي لا, عندنا الاسماء مؤنث مذكر, وفي عندنا ادوات نكره ومعرفه للمؤنث وللمذكر, اذا وللجمع. اذا عندنا لا بوتيت في ان جولي كارتابل, كله حينشرح طبعا رح يكون في اوراق عمل كثيره. اي اون, اذا هاي صوتها ان للمذكر وهاي صوتها اون. اذا اي اون غراند, الان صوتها ان مع الار صار غان مع الجي صار غان الاو سايلنت. اذا اون غراند تروس, ولديها مقلمة كبيرة. سوري. Et une grande trousse, ولديها مقلمة كبيرة. أعتذر عن الصوت, عم بجهد كثير صوتي هالأيام مع الحصص وهيك, فاعذروني إذا عم تشوفوا بحة في الصوت. Donc, et une grande trousse, وحقيبة أو مقلمة كبيرة. هاي superbe, يعني هذا رائع, متهجئها. الأس والأو سو, البي والأو أر, بير والآخر ب والأو سايلنت, سوبر يعني هذا رائع. الآن رح أرجع أقرأ النص من دون ترجمة, تابعوا. يغا, أول إشي العنوان, à l'école. يغا a 7 ans. Elle va à l'école en bus. Elle adore son école. La petite fille a un joli cartable et une grande trousse. Superbe. نعيد. يغا a 7 ans. Elle va à l'école en bus. Elle adore son école. La petite fille a un joli cartable et une grande trousse. Superbe. هيك بتكون خلصت حصتنا لليوم. بتمنى تتابعوا طلابنا لحتى يقرأوا بطريقة سليمة. رح يتم تصوير كل الطلاب اللي بيقرأوا بطريقة رائعة. أتمنى منهم الإبداع وأتمنى منكم الإبداع, لأنه حتتعلموا مع أولادكم إن شاء الله, ويعطيكم ألف عافية. ملاحظة صغيرة على الطالب أنه يكتب النص على الدفتر مع كتابة المعاني من تحت مثل ما أنا عاملة, أنه كل مقطع مع ترجمته باللغة العربية.